كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وخلال المباحثات أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس الروماني ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ورومانيا. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن التشاور والتباحث بين مصر ورومانيا بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.